تقدر مختلف الإدارات الصحية الجهوية تقريباً أن نسبة الإقبال على التلقيح خلال عمليات التلقيح المفتوحة التي أمنتها الفرق الصحية أمس بمختلف ولايات الجمهورية لفائدة الأعوان والإطارات التربوية بمختلف أسلاكها كانت ضعيفة، ويمكن القول إنها دون انتظارات السلطات الصحية التي عملت على توفير كل أسباب نجاح هذه الحملة، سيما من حيث عدد المراكز التي خصصت للغرض والتي عدت ب 255 مركزا معززة بالإطارات الطبية وشبه الطبية، ورغم حملات التحسيس وعملية التنظيم التي رافقت هذه الحملة. فبأعداد متفاوتة من مركز إلى آخر سجلت عدة ولايات نسقا ضعيفا للإقبال على هذه المراكز للتطعيم بالجرعة الأولى أو استكمال الجرعة الثانية، من بينها مثلا ولاية المنستير التي لم يتجاوز فيها عدد الملقحين 164 شخصا، بينها مراكز لم تسجل أي عملية تلقيح لإطارات تربوية. كذلك الشأن بالنسبة إلى ولاية تطاوين، حيث لم يتقدم سوى 40 مربيا للتلقيح ضد فيروس كورونا في اليوم الوطني لاستكمال الإطار التربوي للتلقيح، وهو ما دفع المدير الجهوي للصحة إلى التعبير عن أسفه لهكذا إقبال دون المأمول. أعوان الصحة ومتطوعون من الإطارات الطبية وشبه الطبية وممثلون عن المجتمع المدني تجندوا لإنجاح هذه الحملة الوطنية بالمراكز من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الخامسة مساء لتأمين سنة دراسية في أحسن الظروف وتوفير الوقاية اللازمة من الإصابة بفيروس كورونا داخل المؤسسات التربوية. مع ذلك تخلف عدد كبير من المربين والأسباب تعددت. في باليش أصلاً إني فما يوم مفتوح لنا، يعني نورمال ما يكون فما تنسيق وتكون من قبل كان سبتمبر، هذا نورمال ما يكون في شهر أوت. أنا كإطار تربوي سمعت بيه بالسيف، ما فماشي حملة إعلامية كبيرة اللي توصل للسيرة الكل. أنا واحد من الناس جيت لهنا وسألت، خذيت المعلومة من يعني من مركز التلقيح. هذا بينا في نهار آخر ولا يبرمجوا معناتها في أيام أخرى، حتى نصف يوم خاصة يعني والنهار سبت. إقبال ضعيف على التلقيح في وضع وبائي، وإن سجل تحسنا فإنه يبقى حذرا مع التصريح ب 17 وفاة جديدة بالكوفيد بتاريخ 17 من سبتمبر الجاري وفق آخر تحيين لوزارة الصحة، إضافة إلى نسبة تحاليل إيجابية يومية لتقصي الوباء بين 10 و15% من مجموع التحاليل التي تجرى ضمن تدخلات خدمات المساعدة الطبية والاستعجالية، وفق نائبة رئيس قسم الإسعاف الطبي والاستعجالي بوزارة الصحة سعيد زلفاني، لتؤكد أن تراجع نسبة التحاليل الإيجابية اليومية لا يعني تجاوز مرحلة الخطر.